نفذ من عبد المهدي في القائم الثاني وفرصة والدفاع يتدخل. كان عن طريق حسان الجيبسي هو اللي يقوى هذه الكرة. شوف حسان الجيبسي يقوم بالمعارضة الخلفية. ثم عماد المهدي ومعاه حارس شكري الواعر وتجيب ضربة مرمى. ثم فيصل بن أحمد ربما يشوف مكانه بعد قليل. والورقة الحمراء كان ورقة حمراء بالنسبة لشكري الواعر. ربما هنا شكري الواعر مشال الكرة وقام بحركة يدل فيها شيء من العنف بالنسبة للحكم الإيطالي. ويبقى إذا الترجي الرياضي التونسي أكيد أنه حتى بالنسبة للتغيير اللي كان باش ينتظر دخول فيصل بن أحمد ربما هنا باش يحاول باش يخرج لاعب ويدخل. شوفوا هنا اللقطة أمام عماد المهدي ربما رأى أنه ما مشاش الكرة ومشى لعماد سدد لكمة ويخرج للأسف الشديد بعد إلى حد الآن ثم زوز إذا إقصاءات من جانب الترجي الرياضي التونسي شكري الواعر ثم طارق التاي. المباراة كانت طيبة إلى أبعد الحدود. ثم أحد اللاعبين ورقة حمراء. طارق التايب سدد لكمة ويخرج للأسف الشديد بعد لحد الآن تمزوز إلى الإقصاءات من جانب الترجي الرياضي التونسي شكري الواعر ثم طارق التايب. وليد عزيز في تنفيذ التماس نفذ من وليد عزيز الى حسان الجيبسي تهرب عليه من زونولو طويله ولكن قبل ذلك خرجت الى تماس لفائده النجم الرياضي الساحلي حلمي الغزالي هو الفريق التنفيذ الان امام توفيق الهمة.